السلام عليكم ورحمة الله. تاريخ اليهود تاريخ مقيت، تاريخ بغيض، تاريخ أسود دموي. لم يكتفوا بالكفر بآيات الله، وأضافوا إلى ذلك قتل النبيين بغير حق، وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم إن الذين يكفرون ويجحدون بآيات الله المنزلة على رسله في التوراة والإنجيل والقرآن، ويكفرون بآيات الله الكونية الدالة على وحدانيته، ويقتلون النبيين ظلما وعدوانا بغير حق، فبدلا من المصارعة للإيمان بهم وطاعتهم وتوقيرهم ونصرهم يسارعون إلى قتلهم. فاليهود هم من قتلوا يحيى عليه السلام وأبيه زكريا عليه السلام والعديد من أنبياء بني إسرائيل، وحاول اليهود قتل عيسى عليه السلام في القدس ولكن الله نجاه، وحاولوا قتل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مرة بإلقاء الحجر ومرة بالشاة المسمومة. وأي حق في قتل النبيين وهم أطهر البشر وخير البشر في كل زمان ومكان؟ وكان اليهود يقتلون النبيين بدم بارد وهم يعلمون أنهم على باطل، وهذا أشنع. ولماذا الإتيان بالفعل يقتلون في صيغة المضارع وقد ولى زمانهم؟ لأنه من يرضى بفعل أسلافه في الماضي ولم يتبرأ منها فهو كالفاعل. فالرضا بالكفر كفر، والرضا بالقتل قتل. وأضف إلى ذلك الإتيان بالفعل يقتلون في صيغة المضارع يساعد على استحضار الصورة في الأذهان وكأنك تراهم. ويقتلون أيضا الذين يأمرون الناس بالعدل واتباع الأنبياء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالقتل لليهود أسلوب حياة. لا شك أن وجود النبيين والمؤمنين من أتباعهم يثير الحقد والغيظ في قلوب الكافرين، فيتضاءلون أمام أنفسهم وأمام الناس، لا حجة لهم في كفرهم، فماذا يفعلون؟ يقتلون. ومن يقرأ التاريخ يعلم كم من دماء سفكت لعلماء وصالحين وأتقياء، فطوبى لهم. فبشر من قتل النبيين والمؤمنين بعذاب أليم موجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي. وكما سخر اليهود من المؤمنين في الدنيا، سخر الله منهم وبشرهم بعذاب أليم. جزاكم الله خيرا. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. لكي نفهم تلك الآية الكريمة ونستوعبها جيدا، لابد أن نسقط تلك الآية على شخص من اليهود. فترأى لي أمام عيني حيي ابن أخطب سيد بني النضير، فهو أكثر من تنطبق عليه تلك الآية الكريمة. كان حيي ابن أخطب من أعلم اليهود بالتوراة، وكان عنده علم نبي آخر الزمان وصفاته ونعته. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب وعرفه حيي ابن أخطب، كفر بآيات الله ولم يؤمن بها وصرح بذلك ولم يداري. سأله أخوه: أهو هو يقصد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي المذكور في التوراة؟ فأجاب: نعم.
فسأله أخوه مرة أخرى: أتعرفه وتثبته؟ فأجاب حيي بن أخطب: نعم. فقال: فما في نفسك منه؟ فأجاب حيي بن أخطب وقال: عداوته والله ما بقيت. وكان يهود بني النضير يعيشون في المدينة المنورة في أمن وأمان مع المسلمين، حتى قاموا بمحاولة قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأجلاهم جميعا من المدينة المنورة إلى خيبر. وهنا تأججت النار في قلب حيي بن أخطب، وقرر أن يستأصل بالقوة محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا من المدينة. فماذا فعل؟ قام بجمع 10,000 مقاتل من قريش وقبائل أخرى، وكان هو السبب الرئيسي في نقض الميثاق بين بني قريظة والرسول صلى الله عليه وسلم. ذاك هو حيي بن أخطب. والآن انظر معي وتأمل جيدا في الآية الكريمة، هل تنطبق عليه؟ بكل تأكيد كفر بآيات الله، وحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقلب الجميع على المسلمين في المدينة المنورة، وانضم حيي بن أخطب إلى بني قريظة في حصنهم. وبعد أن نصر الله عز وجل المسلمين في غزوة الأحزاب، كان حكم الله فيه بالقتل. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أولئك الكافرون المتصفون بتلك الصفات القبيحة، بطلت أعمالهم في الدنيا وزال أثرها، لم ينالوا حمدا ولا ثناء من الناس في الدنيا، وكانوا على ضلال وباطل. ولعنهم الله وكشف أستارهم وأبدى ما كانوا يخفون من قبائح الأعمال. ذاك في الدنيا، فماذا عن الآخرة؟ لا يقبل منهم عمل، وليس لهم من ثواب في الآخرة. يا لها من حسرة لهم، بل قل يا لها من حسرات. وما لهم من ناصر ينصرهم من عذاب الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.